هن مجموعة من النسوة يعملن في مجال الصحة الجسدية والنفسية. اجتمعنا في مبادرة تطوعية للتكفل بالأطفال ممن يعانون من اضطرابات مختلفة. فكرة بنات الخير للطفولة نشأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح واقعا منذ شهر أفريل الماضي. دونك من اوت 2020 بدينا نخدمو بدينا لمينا المتطوعين جبنا دونك كاين انا اخصائيه نفسانيه عندنا اخصائيه في النطق راه عندنا اندونتيست عندنا ثاني طبيبه اطفال عندنا زوج عاد اون فادير زوج وحده تاع الاطفال وواحده سبيسيال تاع لي نوريسون وعندنا ثاني اون كوتش بيرسونيل سبيسيال بور لي بارون كاين لي بارون ثاني لي يسحقوا اون رسوا اطفال تاع واحد واطفال تاع اعاقه وثاني اطفال اللي عندهم اضطرابات في التعلم وبدينا في لي ريزو سوسيو راه عندنا دروك ان نيميرو تيليفون سبيسيال راه عندنا اون باج. لؤي صاحب 12 ربيعا يعاني من اعوجاج في عموده الفقري. والدته تستنجد بمركز بنات الخير للاستفادة من استشارة طبية ومتابعة بسيكولوجية لمساعدة الطفل على تقبل المرض. Donc ADHD c'est un enfant qui nécessite une prise en charge شوية particulière. Donc il حق une prise en charge qu'on appelle pluridisciplinaire, c'est-à-dire فيها عدة تخصصات. منها bien sûr طب الأطفال. C'est un enfant qui nécessite aussi une prise en charge de la rééducation, تدريب الوظيفة. راه عنده aussi d'autres مشاكل صحيه كيما طبيبه بنشيحه غادي تعاونه ان شاء الله pour tout ce qui est ces problèmes bucco-dentaires وثاني العائله تستحق ثاني une prise en charge psychologique. المركز يسعى قدر الامكان لتوفير رعايه صحيه شامله لكل رواده لا سيما من المحتاجين وذوي الدخل الضعيف. رانا باغيين باش كاع لي زونفون تكون عندهم اون بريز ان شارج ستادير كاين لي بارون لي ما نجموش فينانسيارمون يروحوا للبريفي وكاين ثاني لا شارج ثاني في لي زوبيتو وثاني كاين اطفال لي خاف في لي ديسبونسير ولي زوبيتو دونك الهدف تاعنا برانسيبال سكو تو لي زونفون تكون عندهم اون بريز ان شارج. نظرا للخدمات الصحيه المجانيه التي يقدمها المركز يشهد طلبات متزايده يوما بعد يوم ما دفع بنات الخير لتوجيه دعوه لكل متطوع من مهني الصحه للانضمام.